السلام عليكم، كيف الحال؟ السلام عليكم. خزانات الموية هذا خزان المويه، طبعا هذه اساسات الجدار. هنا الحوش، ان شاء الله الحوش قبل اسبوع ما كان مبني. هذه الخلفية، هذا من هنا مدخل العوائل، ندخل البيت من المقدمة من الأمام. استرنا من المسامير. هذا المدخل، هذا هنا المجلس، طبعا هنا تضاف طبعا صالة الطعام مع المجلس، طبعا هو أوروبي 100%. هنا دورة المياه، هنا مكان المغسلة، هذا هنا مكان الحمام عزكم الله. المواسير في السقف، ندخل ثاني. هنا أعتقد أنها دورة مياه، دورة مياه. هنا مستودع، هنا مستودع، والمنور نفس الشيء داخل المستودع. هذه المواسير هنا، مكتب السباكة. هذه هنا عندنا المطبخ، هذا المطبخ. هذه هنا عندنا غرفة، ممكن نقدر نسميها غرفة ضيوف أو إلى آخره، أو مجلس حريمي اللي تبونه. أعرف هذا الدرج الصعود إلى الأعلى، طبعا قلنا هذا المدخل حق الحريم من هنا، ما أدري واضح الحين؟ إي واضح. أوكي، نركب الدرج. هذه الدريشة تطل على البيت المقابل، هذه أول غرفة هنا. هذه غرفة ثانية، عزكم الله حق الغرفة هذه.
هاي صار غرفتين هنا حمام اعتقد هنا حمام هنا حمام رئيسي عام هنا صالة هنا صالة هنا غرفة كبيرة وهذه هنا غرفة اللي يقول عنها ماستر صراحة بس اني شايف ان ديك اكبر منها انا اكبر من الماستر للأسف يعني فهذه حماقة في التصميم ولكن نرجع ونشوف بالله هذه أكبر هذه أكبر هذه أكبر نعم أنا حاسس أنها أكبر حاسس أنها أكبر في فرق شاسع هذه الصالة نطلع لفوق الدور العلوي أو السطح بالأصح السطح عندنا هذه غرفة أمها دورة المياه حقتها طبعا لا تصلح للسواق أو ممكن خادمة أوكي لكن سواق لا وأيضا هذه غرفة ثانية أيضا مع دورة المياه حقتها دورة المياه هذه الغرفة الثانية أوكي هذا السطح هنا يعني ممكن يعمل غرفة الواحد أو يعمل أي حاجة هنا في من الجهة الثانية السطح بس أصغر حيكون طبعا هذا هو هذا